بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، أخواتي الحاضرات معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الفايتة كنا شفنا حرف الميم وتعلمنا كيفاش نكتبوه ونقراوه مع المدود، وكنت كلفتكم بواحد زوج تمارين اللي غنبداو حصتنا اليوم بالتصحيح ديالهم. وغادي نبداو بالتمرين الأول اللي كيظهر أمامنا على الشاشة واللي فيه حرف الميم مع المدود ثم الكلمات، وكان مطلوب منكم هو تدربوا على كتابة هذا الحرف، نعم، مع الكلمات. غنبداو بالسطر الأول، وغادي تقرا لنا الحرف رقية. ما. نعم ما، غادي نكتبوها إلى نهاية السطر. ثم غادي تقرا لنا أمينة السطر الثاني. مو. نعم مو، حتى هو نفس الشيء كنكتبوه إلى نهاية السطر. ثم عندنا الميم بالمد بالياء، غتقراه لينا فاطمة. مي. نعم مي، غنكتبوها حتى هي كيف كتلاحظوا على الشاشة إلى نهاية السطر. ثم عندنا ثلاثة الكلمات، غادي نشوفوا رقية تقرأ لينا الكلمة الأولى. سماء. جيد، سماء، وغادي نكتبوها إلى نهاية السطر كيف كتلاحظوا على الشاشة. الكلمة الثانية غادي نطلبوا من أمينة تقرأ لينا. شموع. نعم جيد، شموع، حتى هي بنفس الطريقة كنكتبوها على الخطوط الباهتة. آخر كلمة وغادي تقراها لنا فاطمة. ميراث. لا لا لا، ميراث. جيد، ميراث، حرف الثاء. نعم ميراث، حتى هي تنكتبوها بنفس الطريقة إلى نهاية السطر. إذا هذا هو التصحيح ديال التمرين الأول. الآن غادي نصحوا جميع التمرين الثاني. نعم في ثلاثة الكلمات كيف كتلاحظوا، وقدامه حرف الميم مع المدود، وكان مطلوب منكم هو توصلوا بخط بين الكلمة والحرف اللي كيناسبها. غادي نبداو بالكلمة الأولى، غادي نشوفوا رقية تقراها لينا. ري. را. را. راميل. نعم غادي نشوفوا أمينة تعاودها لي تصحى لينا. رماد. نعم جيد، رماد. رماد الحرف اللي غادي نوصلوها به امينه. ما. نعم ما اللي عندنا في السطر الثاني. ثم عندنا كلمه ميزان، الحرف اللي غادي نوصلوها به فاطمه. مي. نعم مي اللي عندنا في اخر السطر. مي. وبقات اخر كلمه اللي غادي نقراوها جمود، الحرف اللي غادي نوصلوها به رقيه. مو. نعم مو، جمود مو. اذا هذا هو التصحيح ديال التمارين بزوج اللي كنا مكلفينكم بهم. الان غادي ننتقلوا باش نشوفوا حرف جديد، وهذا الحرف هو حرف النون. نعم الحرف اللي غادي نقراو اليوم هو حرف النون. نعاودوا يا جماعه. حرف النون. مره اخرى. حرف النون. نعم جيد. الان غنشوفوا طريقه الكتابه ديال حرف النون. كيف كتلاحظوا النون كيشبه لواحد الحرف شفناه يعني سابقا. غادي نسولوا امينه لمن كيشبه؟ كيشبه الكتابه ديالو، لمن كيشبه؟ التاء. نعم والباء. نعم التاء والباء، وبالاخص الباء. لاحظوا نفس الطريقه حتى في التاء، ولكن النقطه الباء عندها نقطه لتحت، النون عنده نقطه وحده الفوق. اذا دائما عقلوا ان النون هو اللي عنده النقطه الفوق. كيف كتلاحظوا طريقة الكتابة ديالو غتجينا بطبيعة الحال سهلة، لأن فايتو شفنا كيفاش كنكتبو. الآن غادي نكتبو حرف النون على الألواح. حرف النون اللي عنده النقطة الفوق. نعم نرفعو الألواح. نعم علاش درتي ليه داك الشكل أمينة؟ نعم جيد، لاحظي كيفاش كاتبينو، ما دايرين هنا حتى شي حرف اخر، ماشي بحال الباء، هو راه في الاخر غيكون مختلف. نعم جيد، اذا شفنا كيفاش كنكتبو حرف النون. الان غادي نشوفو كيفاش كنقراو حرف النون مع الحركات اللي ولينا كنعرفوهم بطبيعه الحال، اللي هي الفتحه والضمه والكسره، ياك عاقلين عليهم. نعم اذا لاحظوا عندنا النون بالفتحه، غادي نشوفو رقيه تقراه لينا، شنو غنقراوه؟ ني. انتبهي مزيان، عنده فتحة. ني. نعم غنشوفو أمينة. نعم. نعم جيد، غادي نقراوه هنا الفتحة، دائما كتفتح لينا الفم ديالنا، إذا غادي نقراوه نا.
نعم غنشوفوا الان كيفاش كنكتبوا حرف النون. عفوا غنكتبوه الان على الالواح. غنكتبونا يعني حرف النون مع حركه الفتحه. نعم مرفوع الالواح. نعم مزيان. غير حليمه كطولي شويه، شوفي الحرف ديالو ما كبرش بزاف. نعم جيد. من النقطه بعيده امينه، شوفي النقطه ديما النقطه كتمشي مع الحرف، هذا هو الحرف. نعم نشوف رقيه. نعم مزيان. ماشي نو زينب، راه عندنا الحركه ديال الفتحه. نعم دابا مزيان. نعم جيد. اذا نا واخا ما قريناش في الاول، الان غادي نعاودوا نقراوها جماعتان. نعم. مرة أخرى. نعم. نعم جيد. الآن غنشوفوا حرف النون مع الضمة. غادي نشوفوا فاطمة تقراه لينا. نو. نعم غادي نقراوه نو. نقراوه جماعتان. نو. مرة أخرى. نو. نعم على الألواح غادي نكتبوا نو، وانتبهوا مزيان، راه الحرف ديال النون ماشي كبير بزاف، والنقطة كتكون مباشرة فوق الحرف، ثم كنديروا الحركة اللي هي الضمة. نعم نرفعوا الالواح. باقا امينه كديري نقطه بعيده، شتي النقطه خصها تكون فوق الحرف. نعم جيد مزيان تبارك الله عليكم. نعم دائما النقطه فوق الحرف ما تجيش بعيده عليه. اذا شفنا كيفاش كنكتبوا ونقراو نا نو، الان غادي نشوفوا حرف النون بالكسره. نعم ممكن تقراي لينا القيه. ني. نعم دابا هذا هو ني. نعم بالكسرة ني. نقراو جماعتان. ني. مرة أخرى. ني. نعم إذن على الألواح نكتبوني حرف النون. أمينة انتبهي النقطة فين خصها تكون. نعم ني. نرفعوا الألواح. نعم جيد ني. نعم مزيان مزيان تبارك الله عليكم. إذن شفنا حرف النون مع الحركات الفتحة والضمة والكسرة. مع الفتحة تنقراوها هنا، مع الضمة نو، ومع الكسرة ني. نقراو جماعتان. نا نو ني. مرة أخرى. نا نو ني. نعم والآن باش نثبتوا هذا الحرف غادي نشوفوه في كلمات مع الحركات. نعم غنبداو بالصورة الأولى كيف كتشاهدوا على الشاشة، وغادي نشوفوا أمينة تقول لنا شنو كتشوف. نخلة. نعم نخلة. وتقدري تقولي لنا شنو نقراو بالفصحى؟ نخلة. نعم جيد. نخلة نخلة نا نخلة نا. نقراوها جماعتان. نخلة نا. مرة أخرى. نخلة نا. جيد نشوفوا صورة أخرى ومثال آخر. نعم عرفتوا هذا الحيوان؟ رقية. لا. نعم النمر. وتنقراو بالفصحى نمير نمير نا نمر نا. نقراوها جماعتان. نمر نا. مرة أخرى. نمر نا. نعم جيد. الآن غنشوفوا صورة أخرى ومثال آخر. لاحظوا معايا الصورة. فاطمة شنو بالك في الصورة؟ نجوم. نعم عندنا النجوم وتنقراوهم نجوم. نعم نجوم نو نجوم نو. نقراوها جماعتان. نجوم نو. نعيد. نجوم نو. نعم جيد. الآن شوفوا كلمة أخرى حتى هي فيها حرف النون بالضمة. لاحظوا معايا الصورة، وأكيد كلشي عرف شنو عندنا في الصورة. غادي نسولو رقية شنو كتشوفي. نعم كتعرفي شنو كنسميوهم باللغة العربية؟ نقود. نعم جيد. نقود تنسميوها نقود نو نقود نو. نقراوها جماعتان. نقود نو. مرة أخرى. نقود نو. نعم إذا شفنا النون بالفتحة النون بالضمة، الآن غنشوفوا أمثلة اللي فيها النون بالكسرة. لاحظوا معايا هاد الصورة هادي. نعم فاطمة شنو كيبان لك؟ حذاء. لا ماشي حذاء، حذاء وصباط. نعم إذا تسميهم نعال نعال ني نعال ني. نقراوها جماعتان. نعال ني. مرة أخرى. نعال ني. جيد. الآن غادي نراجعوا جميع الكلمات اللي شفنا حتى الآن. نعم عندنا نا نخلة نمر. نقراو جماعتان. نا. لا من بعدي نا. نا. نخلة نخلة نمر نمر. ثم عندنا نو نجوم
نقود. نقرأ جماعة. نجوم. نجوم. نقود. نقود. وعندنا في الأخير نعال. نزار. نعال. نزار. نقرأ جماعة. نعال. نعال. نزار. نزار. إذن شفنا النون بالفتحة، النون بالضمة، ثم النون بالكسرة. بقى لنا الآن شوفوا حرف النون مع السكون. نعم، واللي غادي يظهر الآن طريقة الكتابة ديالو. كيف كتلاحظوا نفس طريقة كتابة الباء أو التاء. كنمشيو مع السطر، كنديروا هذا الحريف، ثم كنعاودوا نكملوا على السطر. ولكن الفرق هو أن النون عنده النقطة الفوق، ومع السكون تنقراوه ن ن. نقراو جماعة. ن. مرة أخرى. ن. نعم، وعلى الألواح غادي نكتبوا حرف النون بالسكون. نعم، أمينة نذكروها بأن النقطة كتكون فوق الحرف. نعم، حرف النون. ن. نرفعوا الألواح. نعم، مزيان، جيد. نعم، رقية. نعم، مزيان. فاطمة كتكتبي صغير بزاف. نعم، إذا شفنا حرف النون بالسكون كيفاش كنقراو وكيفاش كنكتبوه. الآن غادي نشوفوه في أمثلة. لاحظوا معايا هاد الصورة هادي. نعم، غادي نطلبوا من رقية تقولي لنا شنو كتشوف من الصورة. منشار. نعم، هذا المنشار، وتنقراو بالفصحى. منشار. منشار. ن. منشار. ن. نقراو جماعة. منشار. ن. مرة أخرى. منشار. ن. نعم، غادي نشوفوا صورة أخرى ومثال آخر. لاحظوا معايا الصورة. غادي نسولوا فاطمة شنو كيبان ليها. هذيك السنبول ديال الزرع. نعم، السبولة، وتسموها بالفصحى سنبلة. سنبلة. ن. سنبلة. ن. نقراو جماعة. سنبلة. ن. مرة أخرى. سنبلة. ن. نعم، جيد. إذن شفنا كلمات كتضمن حرف النون مع الحركات ومع السكون. الآن غادي نرجعوهم جميع. نعم، عندنا في السطر الأول ن. نخلة. نمر. نقراو جماعة. ن. ن. نخلة. نخلة. نمر. نمر. ثم عندنا ن. نجوم. نقود. نقراو جماعة. نو. نو. نجوم. نجوم. نقود. نقود. عندنا أيضا ني. نعال. نزار. نقراو جماعة. ني. ني. نعال. نعال. نزار. نزار. وفي الأخير عندنا النون بالسكون. ن. منشار. سنبلة. نقراو جماعة. ن. ن. منشار. منشار. سنبلة. سنبلة. إذن نكونوا الآن غادي نكونوا راجعنا داكشي شفنا اليوم في حصة مادة القراءة والكتابة. وقبل ما نهيو هاد الحصة غادي نكلفكم بواحد زوج تمارين اللي غادي توجدوهم عندكم في نهاية الحصة رقم 76. نعم، التمرين الأول فيه غادي تدربوا على كتابة حرف النون مع الحركات والسكون ثم كلمات. عندنا في السطر الأول ن، ثم عندنا نو، كتلاحظوا الطريقة الكتابة ديالهم، ثم ني، وفي الأخير ن. عندنا أيضا الكلمات اللي غادي تظهر أمامنا الآن على الشاشة. عندنا نحلة. نفوس. منجل. وانتم بنفس الطريقة غادي تكملوا بطبيعة الحال التمرين إلى نهايته. غادي نكلفكم بتمرين ثاني كيف قلت لكم. نعم، عندنا أربعة ديال الكلمات، وانتم مطلوب منكم تقرأوا حرف النون اللي مكتوب باللون الأحمر وتكتبوه مكان نقاط. ولكن على ما يبدو أن هذه الكلمات كلهم حروفهم سبق لنا وشفناهم. إذن غادي تقرأوا الكلمات كاملة، يعني الكلمة كاملة، ومن بعد تكتبوا حرف النون مكان النقاط. غنبداو بالكلمة الأولى. عندنا نعامة. نثور. نساء. وفي الأخير منديل.
نقراو جماعة. نعامة. نعامة. نسور. نسور. نساء. نساء. منديل. منديل. وهاد التمارين بزوج غادي نصحوهم في الحلقة المقبلة، وبهذا حصتنا غتكون وصلت النهاية ديالها. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.